هاد الاتفاقية الإيطالية توقعت اليوم جات من بعد المجلس الوزاري اللي تأسو صاحب جلالة واللي عطى فيه الآفاق الجديدة في ما يخص يعني القانون الإطار ديال تنزيل ديال الورش ديال الصحة. وهذا الورش هو ورش كبير ملكي اللي غادي يمشي مع الورش الملكي الكبير ديال الحماية الاجتماعية، واللي أول حاجة خصنا نشتغلوا عليها ونبداو بها هي العنصر البشري. ما عندنا شيء أستيدو ميدسان، ما عندنا شيء أطباء يعني بالكثرة الوافية باش نوصلوا البرنامج اللي جا في النموذج التنموي في 2030. إذا خصنا نكبروا القاعدة ديالنا ديال التعليم، ندخلوا الطلبة أكثر يعني في الجامعات، نبنيوا كذلك كليات أخرى في المدن اللي ما موجودينش فيهم بحال يعني قلميم بني ملة الرشيدية، وغادي حتى هما غادي يجي عليهم إن شاء الله واحد مركز مستشفيات جامعيين في يعني في المستقبل، وكذلك يكون واحد المؤطرين بحيث أنه في تقريبا بينهم وبين يعني ليزانفيرمي واحد 4000 مؤطر اللي غادي يكونوا من هنا ل 2030 جداد اللي كيفون ايتغ ريكروتي. هذا الشيء كله امكانيات يعني واحد لو شيفر خاص غير فقط بهذا التكوين باش ندوزوا من هذه المرحله لهذه المرحله، هي 3 مليار ديال الدرهم سنويا. وهذا كيبين على موقف الحكومه اللي هو ثابت بانه الاصلاح ديال الصحه يعني هي من الاولويات اللي بغاها سيدنا البلاد واللي غادي نوقفوا على التنزيل ديالها ان شاء الله.